من جهة أخرى، بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط المهندس جد الله حمد العكلي والوفد المرافق له الذي ضم رؤساء شركات البترول الليبية في مختلف الأنشطة البترولية. بحثوا جميعهم عددا من الموضوعات البترولية محل الاهتمام المشترك، وأشار الملا إلى أنه تمت دراسة مجالات التعاون التي يمكن أن تساهم الشركات المصرية المتخصصة فيها لدعم الصناعة البترولية الليبية والمساهمة في إعادة تأهيل البنية الأساسية. من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية أن هناك العديد من الفرص المتاحة للاستفادة من الخبرات المتميزة للشركات البترولية المصرية للمساهمة في الجهود التي تبذلها ليبيا لزيادة إنتاجها البترولي وإصلاح تأهيل البنية التحتية.